تابعنا مشاهدين الكرام مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في مدينة نيس الفرنسية، وأكد على عزم بلاده على محاربة الإرهاب بكافة ظواهره المختلفة، بالإضافة إلى أن فرنسا تواجه موجات مختلفة وكبيرة من هذه الظاهرة البغيضة والتي تواجه العالم أجمع، لكن أكد على أن فرنسا تواجه هذه الظاهرة منذ 5 سنوات، وكذلك أكد على أن الشعب الفرنسي متضامن بصورة كاملة، بالإضافة إلى الدول الكثيرة والكبيرة المختلفة مع فرنسا، لكن في هذه اللحظات الحرجة الدول كافة مجتمعة متضامنة مع الشعب الفرنسي ومع الحكومة الفرنسية في مواجهة هذه الظاهرة. وجه شكره أيضا لأجهزة الأمن المختلفة من الدرك والشرطة وقوات الأمن المختلفة على تصديها لهجمات كانت أكثر شراسة في الفترة الأخيرة، ولكن الأجهزة الأمنية هناك أحبطتها، واستشهد أخيرا بمباراة فرنسا الأخيرة، ولكن كانت قوات أمن مختلفة في هذه الفترة الحرجة. نعود مشاهدين الكرام لنتابع هذه الحلقة من همزة وصل في لقائنا اليومي المتجدد من همزة وصل، فمعكم نطرح كافة القضايا للنقاش ومع المتخصصين والمسؤولين لنساهم في وضع الحلول لتلك القضايا والمشكلات التي تواجهنا. في هذه الحلقة سنتوقف عند حادث نيس الفرنسي، فمن جديد يضرب الإرهاب أركان الدولة الفرنسية ليخرج من عاصمة النور بمدلولها السياسي ليصيب فرنسا في قلبها السياحي. الحادث الإرهابي البغيض أعاد للأذهان من جديد السؤال الأكثر إلحاحا، وهو ماذا تحقق على الأرض لاستعادة الأمن، خاصة بعد أحداث نوفمبر الدامية والتي راح ضحيتها 130 شخصا وإصابة العشرات. حادث نيس هذه المرة يمثل نقلة محورية للإرهاب في المكان والوسيلة، ففرنسا كلها أصبحت تحت التهديد ومعها تتعدد التحليلات والسيناريوهات. ماذا بعد نيس؟ وما الوسيلة الإرهابية القادمة؟ وهل من إجراءات حقيقية دولية لمواجهة هذه الظاهرة والتي تضرب العالم أجمع، خاصة أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من هذه الظاهرة ودعت أكثر من مرة لعقد مؤتمرات دولية لمكافحة الإرهاب ليتأكد للعالم أجمع صدق الرؤية المصرية بعدما عاصر من أحداث إرهابية؟ كل هذه تساؤلات مشاهدينا الكرام سنطرحها في هذه الحلقة من خلال سؤال هذه الحلقة والتي سيظهر أمامكم على الشاشة الآن. بعد هجوم نيس كيف يمكن تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب؟ السؤال مرة أخرى، بعد هجوم نيس كيف يمكن تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب؟ أنتظر مشاركاتكم وتعليقاتكم المختلفة مشاهدينا الكرام في البداية على تليفون البرنامج 2574-3366، كما أنتظر أيضا المشاركات والتعليقات المختلفة من خلال المواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر جوجل بلس إنستغرام همزة وصل إي جي. مشاهدين الكرام أنتظر مشاركاتكم وتعليقاتكم المختلفة على صفحة البرنامج وعلى تليفون البرنامج حتى نخرج بحلول لهذه الظاهرة التي تضرب العالم أجمع. لكن قبل نبدأ هذا أذهب معكم إلى تقرير يرصد لهذه الظاهرة كيف بدأت وما هي الحلول المثلى لحلولها. حادث إرهابي جديد استهدف هذه المرة مدينة نيس الفرنسية إثر الاعتداء دهسا بشاحنة على الجموع المشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا، حيث انقضت شاحنة كبيرة بسرعة قصوى دهست حشدا كبيرا من المشاركين، وقام قائدها بإطلاق النار بكثافة على المواطنين مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والمصابين. وتمكن رجال الأمن من قتل سائق الشاحنة الذي عثر فيها على أوراق هوية باسم فرنسي تونسي عمره 31 عاما ومحل إقامته في نيس، لكن لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه الأوراق لمنفذ الاعتداء. الاعتداء الذي وصف بالوحشي إثر موجة من الإدانات في العالم بأسره وحالة من السخط والغضب على مستوى أوروبا والعالم أكدت تضامنها مع فرنسا في مواجهة الإرهاب. الرئيس عبد الفتاح السيسي دان بأقصى العبارات الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في مدينة نيس، مؤكدا تضامن مصر التام مع فرنسا ومساندتها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. السيسي أعرب عن ثقته في أن مثل هذه الأحداث الإرهابية ستزيد الشعوب إصرارا على مكافحة الإرهاب.
الاتحاد الأوروبي من جانبه أعرب عن صدمته الشديدة إزاء العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة تونس، حيث شدد رئيس المفوضية الأوروبية على دعم الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء من أجل مكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والخارجي. من جانبها أكدت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل على وقوف بلادها بجانب فرنسا في المعركة ضد الإرهاب، بينما أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أن الإرهاب ليس له حدود، مضيفا أنه من الضروري اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها مكافحة الإرهاب. ومع تزايد وتيرة الإرهاب أصبح الأمر يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال استراتيجية شاملة في مواجهة آفة الإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم دون تفريق. إذن هي مشكلة أصبحت تؤرق وتشكل هاجسا وخوفا وقلقا على المجتمع الدولي، وإن لم يتكاتف المجتمع الدولي لمواجهتها فلن ينعم أحد بالأمن والاستقرار. مشاهدين الكرام، أذهب الآن إلى بعض التعليقات والمشاركات التي وردت على صفحة البرنامج مع زميلتي ياسمين القفاص. ياسمين، تحياتي إليك أولا، وارصدي لنا التعليقات والمشاركات التي وردت على صفحة البرنامج. مصطفى، مساء الخير، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج همزة وصلة. هكون معاكم ياسمين القفاص من غرفة المتابعة الإلكترونية، هتابع معاكم أهم ما ورد من تعليقات على سؤال حلقة النهاردة. بداية طبعا تعزينا للشعب الفرنسي. النهاردة هنتابع معاكم هذا الحادث المروع واللي وقع بالتحديد في نيس في فرنسا. سؤال حلقة النهاردة هو: بعد أحداث نيس، كيف يمكن توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب؟ أول تعليق من محمود بيقول: شك أن نسيجنا المجتمعي بيشهد اليوم تغيرات في أنماط الحياة الاجتماعية، وأيضا تحولات اقتصادية وتقلبات ثقافية رهيبة نتيجة وتيرة التحديث والمعاصرة، والتي ألقت بظلالها أيضا على النظم الاجتماعية ومنها نظام الأسرة، والتي تمثل أهم مؤسسة تربوية في المجتمع لدورها البنائي والوظيفي في عملية الضبط الاجتماعي. أسفة محمود، ولكن التعليق كبير جدا، لو ينفع تبعت لي تعليق أقصر هقرأ كله. أبو علي نصر علي خليفة بيقول: أولا بنشكر حضراتكم على طرح هذا الموضوع الهام واللي بيؤثر في ضياع شباب الوطن. الحل كالتالي: هو حجب جميع المواقع الإباحية، توعية الشباب وبث روح الانتماء، وأيضا حب الوطن والحفاظ على العادات والتقاليد المصرية العريقة، وأيضا عمل مراكز شباب، وده لجذب الشباب لممارسة هواياتهم الرياضية حتى يستغلوا وقت الفراغ في ممارسة الرياضة. رابعا عمل مشاريع صناعية لجذب الشباب للعمل بدلا من الجلوس على القهاوي والضياع. محمد العريش بيقول: أولا أنا أدين وبشدة هذا العمل الإرهابي الغاشم واللي وقع بضحايا لا ذنب لهم، ولكن لقد بحى صوت مصر، والحقيقة ظل الرئيس الأسبق مبارك ينادي بعمل توحد عالمي لمكافحة الإرهاب، والآن أيضا الرئيس السيسي ينادي بذلك، ولكن لغة المصالح ونهب ثروات الوطن العربي حتى ولو على جثث الأطفال والنساء والأبرياء ما زالت هي المسيطرة على عقولهم، ولم يتوقعوا أن السحر سينقلب على الساحر. أشكركم على هذه التعليقات. هكون معاكم لسه في غرفة التواصل الاجتماعي، ولكن اسمحوا لي أرجع مرة أخرى لزميلي مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا جزيلا ياسمين أفاص، وأيضا شكرا لمتابعينا ومشاركينا في كل مكان. بالفعل هننتظر المشاركات والتعليقات المختلفة التي ترد على صفحة البرنامج حتى نناقش هذا الأمر مع ضيوفي الكرام. انضم إلي ضيفي الكريمين، الأستاذ وليد عباس مراسل نيل في فرنسا، والدكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أتحول إلى الأستاذ وليد عباس مراسل النيل في فرنسا أولا بعد التحية وتعزينا للشعب الفرنسي. وليد، وليد، يعني لو تصف لنا الحال الآن، ولماذا أصبحت فرنسا مستهدفة بصورة أو بأخرى في الفترة الأخيرة من قبل الجماعات الإرهابية والعمليات الإرهابية المختلفة التي أصبحت تصب بصورة كبيرة؟ فرنسا أصبحت مستهدفة ببساطة شديدة، لأن فرنسا تلعب دور متزايد الأهمية في المعركة ضد الإرهاب. أولا من خلال الدور الذي تلعبه بالمشاركة في التحالف الدولي في سوريا والعراق، أيضا كان هناك دور مبكر لا ينتبه له الكثيرون لعبته فرنسا منذ فترة طويلة في منطقة الساحل لإغلاق ما كان يريد تنظيم داعش أن يحوله إلى قاعدة خلفية له في هذه المنطقة. فرنسا تدخلت بصورة مبكرة جدا في هذه المنطقة وخلقت تحالف إفريقي معها أمكن من خلاله تحديد إمكانيات امتداد داعش في تلك المنطقة. أضف إلى ذلك أن فرنسا بحكم أنها ديمقراطية وفي نفس الوقت يوجد بين مواطنيها أعداد كبيرة من المسلمين الذي يعاني بعضهم من ظروف اجتماعية صعبة، يعتبرها تنظيم داعش هدف سهل من خلال اختراق بعض الشباب
يجب التنويه لأنها بالفعل قلة ضئيلة للغاية، والقيام بعمليات غسل مخ لهؤلاء الشباب مستغلا ظروف اجتماعية أو ظروف سياسية معينة واستخدامهم في عمليات من هذا النوع. وليد دعني أسألك عن الجالية المسلمة في فرنسا كبيرة وكثيرة جدا، لكن هل سيشكل هذا ضغطا جديدا على الجاليات المسلمة في فرنسا، ليس في فرنسا فحسب ولكن في أوروبا بشكل كامل؟ وأضف إلى ذلك، يعني ما هي الإجراءات الأمنية التي اتخذتها فرنسا بعد أحداث نوفمبر الماضية والتي راح ضحيتها أكثر من 130 شخصا؟ الإجراءات الأمنية كثيرة، نحن عمليا نعيش منذ أحداث نوفمبر في أعلى درجات حالة أو ما قبل أعلى درجة من درجات حالة الطوارئ. عمليات الإجراءات الأمنية شديدة للغاية في كافة الأماكن العامة. وهذه الإجراءات لا نستطيع القول نتيجة ما حدث في نيس أنها لم تكن ناجحة أو لم تأتي بنتيجة، لأن فرنسا تمكنت أولا من تنظيم بطولة أوروبا لكأس العالم مع مئات الألاف أو الملايين من الزوار الذين جاءوا لمشاهدة المباريات دون أن يحدث أي حادث. فرنسا تمكنت في الوقت ذاته أجهزة الأمن فيها من إدارة أو حركة احتجاجية أو الحفاظ